من ضمن الأسئلة، هل الشغل ريموتلي عن بعد في الشركة ملهاش مقر في مصر شيء آمن، ولا ممكن يمشوني في أي وقت غير الشركات اللي لها مقر هنا؟ الموضوع بيكون أصعب شوية. الحقيقة اللي بيأمن حضرتك استقرارك في الشركة من عدمه هو أداء حضرتك، أو حضرتك لا متمكن من شغلك ومش هتقلق إنهم يقفلوا أو يمشوك. هتشوف مميزات الموضوع بس اللي هو غالبا بمرتب عملة، ولكن أنا يهمني بإن تبقى أنت دايما الباور عندك، القوة عندك. لو المكان يا سيدي قال لك همشيك، أنت قوتك أدائك تجد مكان افضل. لكن يهمني في لو انت تشتغل في اماكن بره ريموتلي، تخلي بالك كويس قوي ان الشغل ما يكونش سبام. يعني ايه سبام؟ يعني ما يكونش شغل وهمي، ما يكونش شركة وهمية، ما يكونش ناس عاملين اي بيج كده او اي صفحة وبيلموا فيها شغل وخلاص. لا، تكون شغل فعليا مظبوط علشان لا قدر الله ما يضحكش عليك وتدفع مصاريف على الفاضي، فضع ده في الاعتبار وربنا يوفقك ويكتب كل خير باذن الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو لمتابعة كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.